أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. يسود الطقس غالبا صافي هذه الليلة في العاصمة عمان مع 22 درجة مئوية، الملموس 21 والرطوبة منخفضة حوالي 39%، أما الرياح تكون شمالية غربية خفيفة أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله. المتوقع شمالا إربد، الطقس صافي 31 ل 16، المفرق 34 ل 18، جرش 34 ل 17 مع طقس صافي، عجلون 30 إلى 16. المنطقة الوسطى البلقاء طقس صافي 32 إلى 20، المأدبة 33 إلى 19، العاصمة عمان 31 إلى 19، الزرقاء 35 إلى 20، أما البحر الميت 36 إلى 25. المنطقة الجنوبية الكرك طقس صافي 30 إلى 18، الطفيلة 29 إلى 19، الشبك 28 إلى 18 مع عن 33 إلى 20، والعقبة 38 إلى 25. المنطقة الشرقية طقس حار بشكل عام، الواشد 38 عفوا إلى 22، الصفاوي 38 إلى 21، والأزرق 39 إلى 23. إلى اللقاء.